حيا طيب ابو سمر. حياك الله ابو سمر. انت اليوم في شارع الثقافي واليوم الذكرى هو يوم المبعث النبوي الشريف، شنو رايك؟ انا رايي بانه اليوم اكون مشاركه واسعه ومهمه، والمناسبة أيضا تستحق من هذا النشاطات، ولا بد من أن نستفيد، لأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلق أمة قيم، فيا ريت أنه المشاركون وأبناء المدينة والعراقيون المسلمون عامة أن يدركون أهمية وحدة العمل ووحدة الهموم وحل المشاكل بجهد مشترك، لأنه كان النبي ولنا به أسوة حسنة يجب أن يكون هكذا الأمر. فأنا أبارك جهود القائمين على شارع دعب الخزاعي الثقافي، وأيضا نهنئ المشاركين ونهنئ كل المسلمين في هذا اليوم الأغار، ولا بد من أخذ العبرة منه والاستفادة من سيرة النبي الكريم. شكرا أستاذ أبو سمر، شكرا جزيلا.